السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وتحسين عاداتكم الغذائية، وكذلك نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين. الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الأمور الخاطئة في النادي أو بعض الأشخاص اللي ممكن يمارسون الرياضة ولكن في أمور سلبية ما تساعدهم على تطوير جسمهم أو ما تساعدهم على الانتهاء من التمرين بالشكل الصحيح، فبالتالي يأخذ وقت أطول أثناء التمرين مما يصاب في الملل. أول شيء طبعا عندك الشخص اللي يروح النادي يفضل أنه يخلص تمرينه خلال 45 دقيقة إلى ساعة، من أن يكون لعب تمرين الأساسي أو جدول الأساسي، وأيضا دخل تمرين الكارديو. طبعا يعني قاعد أتكلم عن ممكن لاعبين كمال الأجسام أن يكون عندهم جدول معين يتبعون هذا الجدول، ومن بعد هذا الجدول أو التمارين الأساسية اللي يتمرنونها يتجهون حق الأجهزة أو حق أجهزة الكارديو عفوا، أو حق الأجهزة اللي هي تكون فيها التمارين الهوائية. فبالتالي عندك أول شيء أو أول خطأ وهو السوالف الجانبية أو المحادثات الجانبية. بعض الأشخاص تلاحظهم ممكن يكون كثير الكلام أثناء التمرين، فبالتالي ممكن تأخذ ربع ساعة إلى 10 دقائق خلال التحدث مع أحد الأشخاص، مما يسبب له أول شيء متسع كبير من الوقت يروح منه أثناء التمرين، وأيضا يتأخر عن التمرين، وأيضا أمور أخرى مترتبة عليها وهي برودة العضلة، عدم الاستفادة من التمرين بشكل كبير، بسبب أن عندك أنت خلال هذا الوقت لازم التمارين تتبع بعضها، يعني يكون كل تمرين عن آخر مثلا 20 ثانية إلى 30 ثانية إلى 50 ثانية إذا أنت كنت تعبان، على أساس أن ضغط الدم يكون عالي وضخ الدم يكون عالي وتستفيد من التمرين وتزيد عندك التمزقات العضلية، والجسم يكون أو يكون حرارة الجسم تكون مرتفعة معاك بشكل كبير وتستفيد من التمرين. هذا بالنسبة حق اللي هو المحادثات الجانبية. وأيضا عندك استخدام التليفون أثناء التمرين. استخدام التليفون أثناء التمرين أيضا هذا أمر خاطئ، نفس العواقب اللي تكلمت عنها أثناء التحدث مع أحد الأشخاص أو الحديث الجانبي، نفس الكلام راح ينطبق على الاستخدام الهاتف أو التليفون أثناء التمرين. طبعا هذه أمور ممكن أنت تشوفها بسيطة، ولكن أثناء التمرين هذه عليها عواقب أخرى، فبالتالي ابتعد عن هذه الأمور. أيضا عندك بالنسبة حق اللي هو جهاز، مثلا استخدام جهاز الكارديو، تلقى الشخص يحتاج مثلا أنت كل طبعا وزن وعمر معين يحتاج حق سرعة دقات القلب معينة على أساس تساعده على الحرق، يعني شخص عمره مثلا 40 سنة وايضا وزنه مثلا عالي يحتاج ان دقات قلبه تكون مثلا 120، بس شخص مثلا لياقته عاليه وزنه على سبيل المثال 70 العمر مثلا 23، لا هذا يحتاج دقات قلبه تكون مثلا 160 دقه او سرعتهم تكون 160 على اساس تساعد على الحرق، لان اساسا هو ما في نسبه دهون وايد، وكذلك هذا الشخص لياقته عاليه. فشوف عندك الاختلاف من شخص إلى آخر. فبعض الأشخاص ممكن أنه لما يمارس رياضة الكارديو أو تمارين الكارديو تلقى يخلي الليفل أو المستوى الجهاز واحد، صحيح أنه هو يحرق سعرات حرارية، ولكن يحرق في شيء بسيط. أنت ممكن تحرق خلال 20 دقيقة من 400 إلى 500 كالوريز أو سعرات حرارية، وبعض الأشخاص ممكن أنه يحرق 100 سعرة حرارية. شوف الاختلاف ما بينهم 300 سعرة حرارية، فأنت هني تحتاج أيضاً تزيد بالمستوى الجهاز بشكل كبير. فبالتالي حاول دام أنت ذهبت أو رحت أنك تتمرن اجتهد في تمرينك، تمرن تعب نفسك،
لازم تطلع ان تقريبا طاقتك تكون انفذت كلها في التمرين على اساس انك تكون تعبت على نفسك بالشكل الصحيح واستفدت من تمرينك بشكل صحيح. وهذا كان موضوعنا اليوم ان شاء الله، اتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديده. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح اقدم لكم مجموعه تمارين مع جهاز الدامبلز موجود بجانبي. طبعا راح اشرح بعض الامور وبعض الزوايا اللي انت تحتاج انك تلعبها على اساس انك تستهدف العضله المعنيه اثناء التمرين. اول شيء طبعا عندي اللي هو الدامبلز بهذا الشكل. الكل عارف هذه التمارين تمارين عاديه، ولكن حق الشخص المبتدئ راح تساعده هذه النقاط على انه يلعب التمرين بشكل الصحيح. اول شيء طبعا راح نلعب تمرين اللي هو الباي او تمرين حق العضله الاماميه للذراع. لاحظ بهذا الشكل، الكل عارف هذا التمرين، تمرين جدا سهل، ولكن نقطه مهمه في هذا التمرين اثناء رفع الدامبلز الى الاعلى، لاحظ المرفق ثابت. اول شيء الطريقه الخاطئه، بمعنى الطريقه الخاطئه اني العب بهذا الشكل، لاحظ بهذه الطريقة، هذه الطريقة خاطئة. لاحظ المرفق قاعد يتحرك معي بهذه الطريقة. الطريقة الصحيحة أثبت المرفق بجانب الخصر، أنزل وأصعد بهذه الطريقة. لاحظ هذه الطريقة الصحيحة ايضا الطريقه الاولى، ولكن استفادتك من التمرين راح تكون مثلا 60 الى 70%. انت حابب انك تستفيد 100% من التمرين، تعب نفسك بالشكل الصحيح، فبالتالي تثبت الدامبلز بهذا الشكل، لاحظ، وبهذه الطريقه. عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. هذا بالنسبه حق التمرين الاول. التمرين الثاني راح استهدف عضله الاكتاف. لاحظ اول شيء طبعا الطريقه الخاطئه لهذا التمرين، لاحظ زاويه ذراعي وايضا النزول. هذه الطريقه الخاطئه لهذا التمرين راح تسبب لي اصابه في مفصل الكتف بسبب نزولي المبالغ فيه، وايضا زاويه ذراعي بهذه الطريقه. هذه الطريقه خاطئه. الطريقه الصحيحه لاحظ من هذه الزاويه نوعا ما زاوية الذراع إلى الأمام والصعود إلى الأعلى والنزول على هذا المستوى فقط، على مستوى العينين أو الأذنين بهذه الطريقة بهذا الشكل، ما راح تكون في إصابة، وأيضا الحمل راح يكون على العضلة الأمامية للأكتاف. عدد التكرارات 10 تكرارات في 3 جولات. الحين راح استهدف اللي هو عضلة الظهر اللي هي عضلة اللاتس أو عضلة البيطان. أنزل بهذا الشكل، أحرك بهذه الطريقة، لاحظ بهذا الشكل وبهذه الطريقة. أول شيء طبعا لاحظ زاوية الذراع تكون بهذا الشكل، ما راح تكون بهذه الطريقة بسبب أنه قاعد أستهدف عضلات الأكتاف الخلفية، فهذه الطريقة خاطئة أو هذه الزاوية خاطئة. زاوية صحيحة، لاحظ لفيت الذراع، أحرك بهذا الشكل وبهذه الطريقة. هذا التمرين راح يساعدني على استهداف عضلات الظهر وعضلات البيطان. عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. الحين طبعا راح استهدف العضلة القطنية اللي هي عضلة أسفل الظهر من هذه المنطقة. أول شيء طبعا عندك أثناء النزول يكون في انحناء في منطقة الرجل بهذه الطريقة، أثناء الصعود أفرد الصدر إلى الأمام وأصعد بهذه الطريقة، لاحظ بهذا الشكل، لاحظ الصدر إلى الأمام فردته بهذا الشكل،
اخذ مع الدامبلز بهذه الطريقه وبهذا الشكل. عدد التكرارات 10 تكرارات في 3 جولات. وبالنسبه حق هذه التمارين اتمنى ان الشرح كان وافي وكافي واستفدتوا منه ان شاء الله. نلقاكم بحلقات مقبله بتمارين جديده.